من المعلوم أن أهم مادتين في صناعة الصابون هي الزيوت وهيدروكسيد الصوديوم. بعد أن تحدثنا في الفيديو السابق عن الزيوت وكيف تحدد خصائص الصابون وأفضل تركيبة زيوت لصناعة الصابون وكذلك نسب كل زيت وكيفية حساب كمية الزيوت، سنتحدث في هذا الفيديو إن شاء الله عن هيدروكسيد الصوديوم ومعامل التصبن، وسنتعرف على كيفية حساب هيدروكسيد الصوديوم اللازم لتصبن الزيوت، وكذلك ما هي أفضل نسبة ماء وكيفية حسابها. تابع هذا الفيديو للآخر للإجابة على جميع هذه الأسئلة، وبعد هذا الفيديو إن شاء الله ستكون قادرا على وضع وصفتك الخاصة بنفسك ابتداء من الزيوت إلى كمية الصودا الكاوية والماء. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إخواني وأخواتي في فيديو جديد من سلسلة كورسات تعلم صناعة الصابون. هيدروكسيد الصوديوم، الاسم التجاري الصودا الكاوية لصود كوستيك أو كوستيك صودا، ويعرف أيضا بعدة أسماء منها البوتاس كما يسميه الإخوة المصريين، القطرونة أو الأطرونة كما يسميه الإخوة في الشرق الأوسط، ويسمى أيضا بالديبوشار لديبوشار، حجر تسليك المجاري أو مسلك المجاري، كلها أسماء مختلفة لمادة واحدة. الاسم العلمي لها هو هيدروكسيد الصوديوم، الرمز الكيميائي NaOH، مادة قاعدية يعني أساس عكس الحمض، مادة قاعدية عكس الحمض، pH تاعه هو 14 عندما يكون بتركيز 99%، مادة بيضاء يأتي على شكل حبيبات أو قشور. يتفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع الأحماض الأمينية الموجودة في الزيوت فينتج عن ذلك ملح صوديومي آميني وهو ما يعرف بالصابون. معامل تصبن الزيت هو كمية هيدروكسيد الصوديوم اللازمة لتصبن 1 جرام من الزيت، يعني لحساب كمية الصودا الكاوية الإجمالية لتصبن كمية الزيت نأخذ الكمية الإجمالية للزيت نضربها في معامل التصبن فينتج لنا كمية هيدروكسيد الصوديوم اللازمة لتصبن ذلك الزيت. نأخذ مثال كما يقال بالمثال يتضح المقال حتى نفهم كيفية حساب نسبة كمية الصودا الكاوية، ونأخذ كمية يعني الزيوت التي أخذناها في الفيديو السابق أفضل تركيبة للزيوت لصناعة الصابون. راح نأخذ مقدار 1000 جرام من الزيوت، كيلوغرام يعني من الزيوت، مقدار 1000 جرام بالنسب 40% زيت النخيل، 30% زيت الزيتون، 25% زيت جوز الهند، 5% زيت الخروع، ونحسب كمية الصودا الكاوية اللازمة لتصبن كل زيت منها على حدة، ثم نقوم بجمع كميات الصودا الكاوية حتى تنتج الكمية الإجمالية النهائية. نبدأ بزيت النخيل، معامل تصبن زيت النخيل هو 0.142 جرام. لحساب كمية الصودا الكاوية أو هيدروكسيد الصوديوم اللازم لتصبن هذا الزيت نأخذ كمية زيت النخيل الإجمالية اللي هي 400 جرام، نضربها في 0.142 فينتج لنا 56.8 جرام من الصودا الكاوية. ننتقل الآن إلى زيت جوز الهند، معامل تصبنه هو 0.184، نأخذ كمية الزيت اللي هي 250 جرام، نضربها في 0.182 راح تنتج لنا 46 جرام من الصودا الكاوية. زيت الزيتون ومعامل تصبنه هو 0.136، نأخذ الكمية تاعه اللي هي 300 جرام، نضربها في 0.136 فتنتج 40.8 جرام من الصودا الكاوية. زيت الخروع ومعامل تصبنه هو 0.128، أخذنا منه 50 جرام، نضربها في 0.128 نجد 6.4 جرام من الصودا الكاوية. الآن نقوم بجمع
جميع كميات الصودا الكاوية التي تحصلنا عليها، فتكون النتيجة 150 غرام من هيدروكسيد الصوديوم أو الصودا الكاوية. يعني 150 غرام هي الكمية اللازمة لتصبن 1000 غرام من الزيوت المذكورة سابقا. طيب، هناك طريقة أخرى إذا كنت تستعمل نفس هذه التركيبة بنفس نسبة الزيوت ولكن مع اختلاف الكمية. يعني مثال، في المرة الأولى أخذنا 1000 غرام، إذا أخذت مثلا 700 غرام من الزيوت راح تبقي دائما على 150 غرام من هيدروكسيد الصوديوم لكل 1000 غرام من الزيوت ثابتة. ماذا تفعل لتحسب كمية الصودا الكاوية بالنسبة ل 700 غرام؟ راح تضرب 700 غرام في 150 على 1000، فينتج لك 105 غرام من هيدروكسيد الصوديوم. يعني 105 غرام هي كمية هيدروكسيد الصوديوم اللازمة لتصبن 700 غرام من الزيوت. وقس على ذلك، يعني أي كمية من الزيوت 600 غرام مثلا تضرب في 150 تقسم على 1000، راح تخرج لك كمية الصودا الكاوية اللازمة لتصبن هذه الكمية من الزيوت. الطريقة الثالثة والأسهل والأكثر انتشارا، يعني هي أفضل طريقة ودقيقة جدا، هي باستعمال حاسبة الصابون. راح نخلي لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. تدخل على حاسبة الصابون، تختار الزيوت اللي عندك وتضع النسب تاعها أو الوزن تاع كل زيت، وهي تلقائيا راح تحسب لك كمية الصودا الكاوية، تعطيك كمية الماء، تعطيك كل شيء. إذا كان حبيتوا ندير لكم فيديو لشرح يعني تطبيقي عملي عن كل شيء عن حاسبة الصابون، اكتبوا لي في التعليقات. أما الآن ننتقل إلى نسبة الماء اللازمة لصناعة الصابون والكمية التي سنذيب فيها هيدروكسيد الصوديوم. أفضل كمية للماء والموصى بها هي 38% من وزن الزيوت الإجمالي. 38%، يعني عندك 1000 غرام من الزيوت راح تستخدم 380 غرام من الماء. أي كمية زيوت تضربها في 38 على 100 راح تخرج لك كمية الماء اللازمة لمحلول هيدروكسيد الصوديوم. يعني كمية الماء هذه هي اللي راح ندوبوا فيها كمية هيدروكسيد الصوديوم اللي حسبناها سابقا. إذا أخذنا مثلا 700 غرام من الزيوت راح نضربها في 38 ونقسمها على 100، راح نلقاو كمية الماء هي 266 غرام. إذا لم تشاهد فيديو تركيبة أفضل تركيبة زيوت لصناعة الصابون أنصحك بمشاهدته. إذا استفدت من الفيديو لا تنسى الدعم بالإعجاب والمشاركة. إذا لم تكن مشترك في القناة أرجو أن تشترك بالقناة واترك لي تعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.